اهلا بيكم مشاهدين حكايات بنات، وحشتونا. احب ارحب بندى وريم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا ضيف مميز جدا بمعنى الكلمه. ضيف هو فنان كبير جدا، كمان بيقلد فنانين واشخاص معروفين، كمان صفحته وصلت لاكبر عدد من المتابعين. الحقيقه ان هو كمان ممثل، ادى في ادوار في مسرحيات كتيره قوي، كمان بدليل اخر فيديو ليه اللي كان بيقلد فيه فنانين وشخصيات معروفه. كمان حصل على اكبر عدد مشاهده كبيره جدا في الفيديو ده. احب ارحب بضيفنا النهارده مصطفى ناصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قولي بقى مصطفى، بدات ازاي وانت اصلا خريج ايه وعندك كام سنه؟ يعني عرفنا عن نفسك كده اكتر. انا اسمي مصطفى ناصر ابراهيم عوض، من مواليد محافظه بورسعيد، بالتحديد مدينه بورفؤاد. انا خريج كليه تجاره جامعه بورسعيد قسم محاسبه. الموضوع بدا معايا ان انا يعني بالصدفه، يعني زي ما بيقولوا كده، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم. صح. انا كان الموضوع معايا في الاول بدأ بالتاثير بالتلفزيون عموما وبالسينما. يعني كنت اتفرج على اي حاجه فحاول ان انا بعد ما تخلص احاول اجيب زيها، احاول اتاثر بيها، احاول اقدم زيها. فمع الوقت حسيت ان انا في حاجه، يعني في فطره بيبقى ربنا سبحانه وتعالى خالقها كده في البشر، ان بيجي لك علامات كده معينه ان ممكن دي حاجه او سبب قدام ان انت ممكن تخلقي لنفسك طريق في المكان ده. صح. فانا دخلت كليه تجاره عادي زي اي حد، مع ان اصلا كنت عايز ادخل اعلام، بس يعني المجموعه ما ظبطش. فدخلت كليه تجاره وقدمت في فريق المسرح مع صديقي ممثل كويس جدا وشاطر جدا، ناصر هجرس. هو اللي اقنعني بفكره التمثيل المسرحي. نوصله تحيه طبعا. طبعا. فقال لي ما تيجي نقدم في فريق المسرح، انا بشوف ناس بيطلعوا يضحكوا ويبسطوا الناس وبيقدموا حاجه ممتعه، فايه رايك في الفكره؟ ففي الاول ما حبيتهاش يعني. قلت له لا، يعني ما انا اخاف يعني اعمل حاجه زي كده. فبعد كده قررت بعد زنه طبعا ان احنا ندخل. قدمت في اول سنه وما كانش في نصيب، ان فريق المسرح ساعتها كان بيقدم سكتشات مسرحيه بس. زي ما يكون ربنا كان رايد ان احنا ندخل على حاجه اهم او اعلى. فاتقبلت في السنه الثانيه من كليه التجاره ودخلت عملت مسرحيه، كانت اول انطلاقه ليا في المسرح عموما، كان في مهرجان ابداع 2 في جامعه بورسعيد. عملت مسرحيه اسمها الذئب يهدد المدينه مع المخرج الكبير واستاذنا كلنا استاذ محمد حسن طبعا، والممثل المخضرم، يعني انا بوجه له تحيه خاصه، وهو طبعاً اللي اكتشفني بصراحه وصاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو استاذ محمد الحريري. نوجه له تحيه طبعا. طبعا. فقدمت الحمد لله المسرحيه دي وخدت بطوله العرض، والحمد لله خدت بيها جائزه افضل ممثل في مهرجان الابداع المسرحي. وانت تستاهلها والله يا مصطفى. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. بجد واو جدا. طيب قول لي يا مصطفى، انت لما تيجي تقلد شخص معين ولو يكن تتح مثلا، هل انت بتسمع له فيديوهات كتير عشان تلقط النبره بتاعت صوته او التقليد خصوصا، ولا انت بتلقطها كده؟ هو سبحان الله، يعني ربنا خلق في كل واحد كده حاجه قريبه من شخص تاني، فدي بتيجي معاكي بالصدفه. يعني انا ممكن اشوف ممثل او مغني او مذيع او ايا كان الشخصيه العامه، وممكن نبره صوتي تبقى قريبه من صوته، فممكن لما اجي ادرسها او اجي العب عليها احس ان هي قربت مني بسرعه. وفي شخصيات تانية بتاخدي وقت ومجهود كبير جدا عقبال انك بتقدري تحضريها. يعني شخصيه تفتح من الشخصيات اللي طبعا محمد سعد نجم لا يعلى عليه. طبعا. فشخصيه تفتح جت معايا بالصدفه البحته، اللي هو انا بسمع محمد سعد دايما في شخصيات كتير جدا، ف يعني كانت صعبه بالنسبه لي، ولكن الحمد لله يعني قدرت ان انا اعملها. الحمد لله. فواتني الممثل لازم ياخدها عشان يعرف يطور من نفسه. الاول بيبقى في يعني قبل الموهبه وقبل اي حاجه لازم يكون مصدق نفسه، ولازم يكون مؤمن بالموهبه او الفطره اللي ربنا خلقها فيه، وبعد كده بيبدا يشوف اقرب خطوه ليه. يعني التمثيل المسرحي عموما هو من اقرب الخطوات للممثل عشان يبدا صح. يعني انا لازم يكون عندي موهبه علشان امثل، ولا ممكن مثلا لو انا شاطره مثلا وبعرف احفظ كويس الدور هعرف اعمل؟ هي الفكره معتمده كلها عن القدرات. يعني الموهبه طبعا رقم واحد، بيجي بعد كده الذكاء
التركيز واللعب على ان انا اقدر اطور من نفسي قدام، وبعد كده اقدر ان انا اخلق لنفسي طريق في المجال ده عموما. فبنشوف اقرب حاجه متاحه لينا ايه وبنبدا ساعتها من المدخل ده. يعني في بيبداوا من المسرح، في بيبداوا من الورش الابداعيه، في بيبداوا من معهد فنون مسرحيه، في بيبداوا من معهد السينما. كل حاجه ليها مجالها وليها تطورها بعد كده. المهم ان هو يخلق لنفسه الجو او المجال انه يجرب فعلا هل هو موهوب ولا موهوم. لان كتير قوي في المجال للاسف بقينا بنشوف كتير جدا من الممثلين تبص على الشاشه ده بيمثل او ده بيغني او ده فعلا بيعرف يلعب كوره. فساعتها احنا لازم لما يكون ربنا خالق فينا موهبه لازم فعلا نستغلها صح. انا عايز اعرف بقى ايه اكتر شخصيه اثرت مع الناس قوي، يعني علقت اول ما عملتها بقت الناس عايزه تسمع عنها اكتر وتشوفك وانت بتعملها اكتر؟ كان كاركتر رفاعي الدسوقي في الاسطوره. طيب نسمع حاجه بقى. الغلطة غلطتها يا كمال بقى مراد، سامح أخوك. وسامحك ليه؟ عشان عرفت إنك معود المباحث الجديد من الثلاثة اللي فاتوا ما جيتش أبارك لك. بس هتتبسط هنا، المكان هنا عتبة خضرة، محدش ركب ولا ركب الصاروخ. ولو مش مصدقني اسأل محمد بقى مين، ده حتى حاكم دار المنطقة خارج من هنا. حاضر يا رفاعي هسأل. وإيه المناسبة؟ عيب إنك تكون واقف قدام ورشة الأسطورة وما تاخدش واجبك. اتفضل يا كمال بيه. معلش يا رفاعي، وقت تاني. وقت تاني يا بيه؟ الحاجه لو ما حصلتش في وقتها ما بلهاش عازم. اتفضل يا كمال باشا اتفضل. هلا يا قوطه، هات كراسي بلاستيك ياض لكمال بيه بدل الكراسي الخشب دي. اتفضل يا كمال باشا. عم ظهري وسندي في الدنيا. كمال بيه يا عم معاون المباحث الجديد. اهلا 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 وسهلا يا باشا. والله دايما بندعي له كده ان ربنا يهديه. لا لا لا، هو ربنا يهديه. خلاص بقى يا باشا، الكلام ده كان من 10 سنين. كنت صغير والشقاوه سيئاني. احكي لك على حاجه كده يا باشا، في مره عيل دخل منطقتنا وعمل فيها راجل، رحت له منطقته وبعون الله سقط المنطقه باللي فيها. عملت معاه فوق الغلط وشويه، بس فكرت بعد كده انا هخرج من المنطقه دي ازاي؟ اتعلم عليا يا باشا، الاعتراف بالحق فضيله مش عيب، والكتر تغلب الشجاعه. الواد كان ماسوره فوق دماغي وما فقتش غير وانا في بيت كبير في المنطقه. ما هو احترام الكبير برضه ليه واجب يا باشا. لو فكرت تيجي هنا تاني انا هعلقك على رجليك من على باب الحاره. نعم. كبير المنطقه قال لي كده ساعتها. يلا الله يرحمه، اديله سجاير من معاك يا خال عشان سجاير حبيبي. لا بجد واو. لا بجد برافو، ابهرتني جدا. انا الفنان الكبير محمد رمضان قاعد معانا بجد. طب قول لي يا مصطفى، هو مين اللي اكتشف ان انت عندك الموهبه دي؟ هل انت ولا حد تاني؟ صحابي. يعني حوارك ازاي طيب؟ دايما كنت الشاب الفكاهي المرح اللي بيقعد في الشله يضحكهم ويبسطهم. ساعات كان يطلع مني الافيه تلقائي. ممكن حد يقول حاجه فاخلق عليها حكايه فاحكيها فيصدقوا فيتبسطوا. فبعد كده الموضوع جه معايا ان انا بعد كده فكرت طب ما استغل الفكره دي. يعني في واحد صاحبي هو بقى السبب في ان انا كملت في المجال ده. كنت بقول له ايه رايك لو انا مثلت؟ قال لي اه انت بتعرف تلعب كوره كويس. فقلت له طب انا هثبت لك بكره ان شاء الله ان انا همثل. وفعلا كان من تاني مسرحيه عملتها مدينه التلج، دي كانت اخراج الاستاذ احمد يسري وتاليف الاستاذ الكبير محمود جمال. دي عملتها في المهرجان القومي في الدوره السابعه، وكان صاحبي ده حاضرها بنفسه وبعديها فعلا سقف لي واتبسط وقال لي فعلا انت تستحق ده واكتر كمان. لا بجد ربنا يوفقك جدا. انا عايزاك بقى تعمل لي حوار ما بين الرئيس السابق محمد حسني مبارك وانور السادات، اكنهم مع بعض بقى وكده يعني. تمام. الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان في خطاب لي في الاخر كده نقول منه حته بسيطه كده ايها الاخوه المواطنون، ايها الاخوه والاخوات، ان حسني مبارك الذي يتحدث امامكم يعتز بما طاله من سنين طويله في خدمه هذا الوطن. ان هذا الوطن وطني
إسلام هو وطني كل مصريين ومصريين. شكرا شكرا مصطفى. طيب انت حابب ان انت تتجه اكتر للتقليد ولا التمثيل؟ لا التمثيل طبعا تمثيل. يعني التقليد بالنسبة لي هواية لكن التمثيل هو كل حاجة. يعني في ناس كتير بتلاقي نفسها في التمثيل عموما بتقدري ان انت تخلقي كل الشخصيات اللي في خيالك وفي احلامك وتتمني ان انت تعمليها على ارض الواقع. فالتمثيل بيساعدك على انك بتتعرفي على جميع الثقافات المختلفه على مستوى اي حاجه. فالتمثيل لا طبعا هو رقم واحد بالنسبه لي. اكيد طبعا. طيب انا حابه اتقلد لي حاجه لتتح الفنان الكبير محمد سعد اللي هو سايب لمسات في قلوبنا جميله جدا في كل المشاهد وكل المسلسلات والافلام. ليه طبعا سايب في كل مشهد حاجه لمسات جميله جدا في قلوبنا. يلا بينا. تمام. هو كان في هادي من اخته ضرب فهو راح بيقول له يعني بيستغيث بيه ان هو في حد ضربه في الحاره وهو تتح جاي على مال وشه مش عارف ايه اللي بيحصل. فبيقول له مين فيكم في قلب الحاره ضرب هادي من اختي؟ مين ضرب هادي؟ انت يا ندى؟ مش انت؟ وانا انت يا رنيم؟ برضه مش انت؟ وانا انت يا مريم؟ الله، امال مين اللي ضربك يا هادي؟ المعلم حافظه؟ وفي ايه يعني بيضربك؟ في ايه يعني بيضربك يا معلم حافظه؟ ما احنا متعودين ان الصغيرين بيضربوا الكبار، والكبار بيضربوا الصغيرين، وبعدين مشيها بقى، مشيها، امشي اطلع فوق تحت. بص يا معلم حافظه، انا هقول لك كلمتين اثنين. جزمتك فوق دماغي وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا. هي مريم هي اللي ضربته بصراحه. طب محمد فؤاد بقى عايزين اغنيه لي. تمام. ممكن نيجي بقى حاجه على الجرح كده. ويبقى روح على صورتك اخدها في حضني وانام اهي حاجه وبتصبرني على الايام دايما روحك حواليا وفي كل مكان بتهون يا ماليا سنين حرمان طمن عليك وقول فينا لقيك مشتاق لعنيك وبموت من شوقي ليك وازاي انا اعيش لو مش وياك مش قادر انساك لا بجد برافو برافو جدا. طب قول لي يا مصطفى انت الفيديو اللي نزل على السوشيال ميديا هل انت كنت تتوقع ان هو يوصل لعدد المشاهدات ده؟ وكان مين في فرح مين ومين اللي صوره؟ هل انت كنت قاصد ان هو يتشهر كده ولا هو جه صدفه؟ والله الموضوع جه صدفه بحته يعني هو زي ما بيقولوا كده قدر. دي كانت اولا خطوبه اخويا الكبير محمود. ايوه. فالخطوبه هي شغاله عادي تماما مفيش اي حاجه زي اي خطوبه بتحصل في مصر يعني. ففي واحد زميله مغني صوته ما شاء الله جميل يعني اسمه محمد غنيم وانا اتوقع له يعني مستقبل جميل جدا في مجال الغنى لو كمل يعني. أيوة. فغنى له اغنيه بشكل مفاجئ عشان يقدمها له كجيفت يعني في الخطوبه. فانا غيرت اللي هو بقى ازاي اخويا يعني انت احسن مني يعني بتعلى عليا. أيوة. فاللي هو لا فطبعا كان الدي جي او اللي ماسك البارتي عموما. أيوة. كلها اخويا وصديقي طبعا محمد سعد. قلت له رحت قلت له في بين التيكي قلت له لا هو غنى له انا برضو عايز اعمل اي حاجه يعني. قال لي طب عايز تعمل ايه؟ قلت له هغني يعني اغنيه سلو كده لمحمد فؤاد اغنيه. قال لي خلاص هظبطك وبتاع ومش عارف ايه. فبعد كده خلص المزيكا فجاه راحت واقفه وقال لهم جماعه احنا سمعنا بقى حد غنى وقدم حاجه حلوه لمحمود نشوف بقى حاجه تانية تمثيل من مفاجاه يعني من اخو العريس. وفجاه لقيته بيديلي المايك والناس كلها بقى راحت واقفه واللي كان بره دخل واللي كان جوه طلع وحاجات غريبه كده. فاللي هو انا بصيت برضو انا راجل مسرحي وكده بس اتفاجئت. فلقيت السبوت كله عليا فقلت له خلاص ماشي. مسكت المايك وانا مش عارف انا هعمل ايه.
وفعلا بدات بمحمد رمضان لقيت الموضوع جاب ضحك وارتجلت، فلقيت الشخصيات بتمشي معايا. اي نعم مش ما كنتش يعني بجيبها 100%، ولكن الحمد لله قدرت ان انا ابسط الناس. ونزلتها وانا في طريق لنقابه المهن التمثيليه، كنت بدرس فيها من شهرين مع دكتوره رانيا فتح الله والاستاذ الكبير الاستاذ احمد صيام ممثل كبير. فوانا في الطريق قلت اما انزل الفيديو، ونزلته واتفاجئت جدا بالكم الرهيب من المشاهده، يعني الحمد لله جاب حوالي 3.5 مليون مشاهده. ايوه وعمل يعني الحمد لله عايزين بس مقطع صغير من محمد نور قبل ما نختم. تمام. مع نفسي بفتكر اللي فات واندم عليه، وساعات كتير اتمنى لحظة في حضنها، خايف يقولوا الناس عليا جرى له ايه، مش ده اللي كان بيقول هعيش من بعدها، مش قادر انساه حتى وانا عامل نسيها، وان جت سيرتها بموت وعيني دموعي فيها. برافو، شكرا. عايزه اشكر برنامج حكايه مواطن وفريق العمل على بذل المجهود اللي هم بيعملوه وعلى حل مشكلات المواطن، وعايزه اتوجه بالشكر الى الصحفيه طعاء عبد العال والاستاذ اسلام بغدادي والمهندس مصطفى غانم والمهندسه امنيه زيدان والاستاذ مصطفى فاروق. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقاتنا. اتشرفت بمعرفتك جدا يا مصطفى، احنا سعيد ومبسوطه جدا ان احنا كنا معاكم النهارده، ونشوفكم الحلقه الجايه من برنامج حكايات بنات.